السلام عليكم ورحمة الله، كل سنة وانتم طيبين. بقى النهاردة الحاجة هتعمل لنا كفتة الرز وهتعمل لنا كباب الفريك. ماشي، احنا معانا نص لحمة هنا وده نص لحمة ومقطعينهم صغير كده زي ما انتم شايفين اهو، لسه ما اتفرمتش. ومعانا الرز دوت، ده مغسول ومطحون، ومعانا ده فريك، ومعانا كزبرة وشبت وبقدونس، ومعانا بهارات تحت اللحمة، ومعانا فلفل وبصل وتوم. تعالوا بقى هنفرم اللحمة ديت الأول. احنا حطينا النص اللحمة الأولاني هنا اللي هنعمل بيه كفتة وهنضربها. بصوا اللحمة لما اتفرمت، شايفين بقت عاملة ازاي؟ شايفين؟ هنفرم النص التاني برضو بنفس الشكل كده. ده كده بقى النص التاني اللي هيتعمل بيه بقى الكباب الفريك، هنفرمها برضو. ادي النص التاني اللي احنا فرمناه، شايفين عامل ازاي؟ ولازم تكون حتة اللحمة دي من حتة من الفخدة وتكون حمرة كده، والدهنة فيها تكون بسيطة ومش كتير. شايفين الخضار بقى عامل ازاي؟ بصوا بالبصل، ده الخضار بالبصل، كزبرة وشبت وبقدونس وبصل وتوم وفلفل اخضر. كده هنحط الخضار على اللحم. هتقسمي الخضار ده؟ ايوه هنقسمه على الاثنين. على الكفته. وهتقسم التاني على الرز. كنا بقى هنحط البهارات الاول اهي. كمون وفلفل، فلفل اسمر. مش حطينا كمون وفلفل اسمر وملح. معنى اهي بيكربوناتو الصوديوم، حبه بيكربوناتو. ماشي، ممكن بقى هنضيف الرز. وده الرز ده احنا غسلناه اهوت. قد ايه كده الرز اللي انت حطيتيه؟ احنا كده قطعنا نص كيلو بس. ده نص كيلو رز؟ بنشربوا اللحمه يعني نص كيلو رز على نص كيلو لحمه؟ لا، ما هو احنا بنشربها والبول اهو. احنا بنشربوا ايه؟ اللحمه بالخضار بالتوابل. ماشي؟ ينعجن كلها ببعضها اهي كده، واللي فضي يبقى عندنا. يعني قد ايه مقدار الرز اللي انت حطيتيه؟ يعني مقدار نص كيلو برضو. نص كيلو رز برضو؟ نص كيلو لحمه. تتعجن كويس؟ اتعجنت وبعدها اهي. تدخلها المفرمه تاني؟ تنزل المفرمه. كده بقى اهي هنحطها في المفرمه تاني. نحطها في الكبه تاني نفرمها تاني؟ ايوه. وقد ايه الخضار اللي انت حطيتيه؟ كم معلقه مثلا؟ 4 معالق خضار مطحون. مفهوم. 4 مليانين. 4 معالق مليانين من الخضار. ونص كيلو رز على نص كيلو لحم. ايوه كده احنا حطيناها في المفرمه تاني اهو. هنفرمهم تاني بعد ما عجناهم كويس. ماشي. بصوا بقى دي كده بعد ما دخلت المفرمه تاني بالرز وبالخضار والبصل وكل حاجه، بصوا شايفين عامله ازاي. دي كده بقى دي كفتة الرز. تمام، هنكملها ونرجع لكم بقى نعمل التانية. الكفتة بتاعتنا جاهزة. دي كده كفتة الرز. دي كفتة الرز جهزت للتصبيع على طول. هتصبعيها؟ بس مش دلوقتي هنخلصه. ايه نعمل بقى الكباب. كده الكفتة خلصت، نعمل بقى الكباب بتاع الفريك. دي بقى اللحمة بتاعت الكباب اللي هو الفريك. نحط عليها برضو خضار، شبت وكزبرة وبقدونس وبصل اللي احنا فرمناه. هنحط برضو البهارات. فلفل اسود ماشي، فلفل اسمر وكمون.
وده ملح ناشف، ودي بقى كزبره ناشفه. وكده بقى هنحط الكربونات، بيكربونات الصوديوم. يا ده يا ده ماشي. ده الفريك بقى يا جماعه، الفريك ده بيتباع عند العطار، اسمه فريك ذره. فريك ذره مش فريك غله، وفي فرق. فريك غله، فريك ذره ده فريك ذره مش فريك غله. دي فريك غله، الذره مش فريك غله اللي هو بيجيبوه من عند العطار. فريك الذره، ده فريك ذره بنعمل بيه الكباب باللحمه برضه. طب انت حطيتي قد ايه بقى من الفريك ده؟ حطيت برضه في مدام اقل من نص. اقل من نص كيلو؟ اقل من نص كيلو. ارفعي بقى عشان احط كده. حطيت برضه حبه رز كمان من اللي احنا طحنينهم. عليه. يبقى الكفته احنا حطينا عليها رز بس، انما الكباب ده احنا حطينا عليه رز حبه صغيره وحطينا فريك ذره. معلقتين اتنين رز مطحون. معلقتين اتنين رز مطحون. يبقى ايه؟ نفرمه بقى. هنفرمها تاني في الكبه زي ما عملنا في الكفته بالظبط. بصوا بقى، ده شكل كباب اللي هو بالفريك. هنكمله ونوريه لكم مع بعض. كده بقت ايه؟ دي كده كفته كباب الكباب الفريك. بقى زي العجينه، لحمته حلوه ولفه نفسها. تسلم ايدك يا زوزه. دي كده بقى، دي الكفته وده كده الكباب. هتصبحهم بقى مع بعض. بصوا شكل الكفته عامله ازاي، شايفين الصبع ما شاء الله. هيخلصوا بقى، هتخلص الكميه بتاعت الكفته ديت اللي هي بتعملها ديت. وبعد كده هنولع زيت على النار بيغلي كويس قوي، وبعد كده نحمرهم فيهم. دي بقى كده كميه الكفته كلها، ده نص كيلو كفته شايفين. عبال بقى ما الكباب ده كده يتعمل ويتصبع، هنروح بقى ايه نولع النار على الكفته دي كده نحمرها. بصوا بقى، هنا انا حطيت طاسه وفيها زيت على النار كده غلى كويس، وهنزل بقى الكفته بتاعتي دي كده عبال ما الكباب بيتصبع. بصوا بقى شايفين كده يا عمور، هنسيبها تحمر وبعد كده هنطلعها ونكمل الباقي. دي بقى من وجبات العيد ومن وجبات المناسبات، تحفة جدا. يعني ممكن نعمل الكمية دي كده ونخزنها عندنا في اكياس كده، ونعملها وجبات ونحطها في الفريزر شهر شهرين ثلاثة زي ما انت عايزة. ما بتخزنش، ما بيبقاش طعمها مش وحش، يعني بيبقى طعمها حلو مش وحش. ما تقلقيش يعني لما تيجي تخزنيها. في ناس كتير قوي ما بتعرفش تعمل الكفته ديت والكباب، بتلاقوا الجزارين كتير قوي ايام العيد كده ومليانين عند الجزار كده، وبيفرم لهم اللحمه دي والحاجات ديت والخضار. دي الناس اللي ما بتعرفش بقى تعملها في البيت، او ما عندهاش الكبه دي في البيت. ولو ما عندكيش الكبه دي في البيت بقى، ممكن تعمليها بالمفرمه اللي هي الحديد ديت الالومنيا، وبتطلع معاكي برضو بالشكل ده كده. بس امشي بالخطوات والمكونات بتاعتها واحده واحده، ان شاء الله تطلع معاكي مقاديرها مظبوطه زي دي كده بالظبط. بصوا كده بقى بتاخد لون ازاي، شايفين لونها بيبدا يحمر اهو. هنقلبها على الوش التاني. بصوا كده الشكل عامل ازاي واللون، شايفين. هي دي بقى الكفته، كفته الرز زي ما انتم شايفين كده. ده كده الحبة اللي طلعوا معانا كمان شوية في النار لسه، والباقي لسه. بصوا يا جماعة، ديت عشان تتعمل بقى في التسبيكة بتاعتها، بنحمر بصلاية كويس قوي، بنصفرها كده، وبعد كده بنعمل صلصة طماطم وبننزل عليها بيها بعد ما الصلصة، بعد ما البصلة بتاعتنا بتحمر. بعد ما الصلصة دي بتتسبك خالص كويس قوي، برجع احط الشوربة بتاعتي لو انا عندي شوربة لحمة،
هنزل عليها في الصلصة، او ما عنديش هحط مرقة وشوية مية وتغلي كويس جدا، وبعد كده هحطها فيها، هحط الكفتة دي فيها وهسيبها تستوي كويس قوي، وهوطي عليها وهي بتستوي، وحط معاها حبة سكر وبهاراتها وخلاص. تمام، هي كده اخر حاجة فيها هي في الكفتة. ان شاء الله برضو هرجع اعمل معاكم فيديو باذن الله وانا بحضرها وبعملها في الصلصة بتاعتها، هتعجبكم جدا جدا جدا. ادي كمية الكفتة كلها، بصوا بقى كمية الكباب، والكباب مختلف شوية، بيبقى مليان شوية كده، شايفين الكباب الفريك بيبقى مليان شوية عن الكفتة دي، بصوا كده. وفي نفس برضو الزيت اللي انا حمرت فيه الكفتة انا بحمر فيه الكباب برضو اهو. طبعا الكباب طعمه مختلف خالص وريحة مختلفة خالص عنه. برضو هيتحمر معايا وهقلبه على الناحية التانية، برضو هيتحمر وهطلعه يتصفى في المصفى زي ما عملت برضو مع الكفتة بالظبط. ده بقى شكل الكباب بعد ما استوى، لسه بقى هنطلع الباقي لسه في النار اهو. طريقة عمايله برضو، هحمر بصلايا وهحط معلقة صلصة واحدة بعد ما البصلايا تحمر، بعد كده هنزل بالشوربة بتاعتي، وبعد كده هحط فيها. وان شاء الله برضو في نفس الفيديو اللي هعمل فيه الكفتة هعمل معاكم فيه الكباب وهوريكم طريقتهم عاملة ازاي. ده شكل الكباب بتاعي بقى بعد ما خلص اهو، ودوت شكل الكفتة بتاعتي. ايه رأيكم بقى في الجمال؟ تحفة صح؟ ان شاء الله تعجبكم، جربوها وقولوا رأيكم في كومنت، ودعوة حلوة ليا وللحاجة طبعا. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك وشير للفيديو وسبسكرايب عشان يوصل مننا كل جديد. ما تنسوش تدعموا اي ليرن قناتنا الاساسية، ما ننساش بقى نفعل الجرس عشان يوصل مننا كل جديد. استودعكم الله، كل سنة وانتم طيبين، ويعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب. السلام عليكم.